قصيدة مهداة إلى الاتحاد العام للجالية اليمنية بولاية كاليفورنيا وإلى كافة أبناء اليمن بدول الاغتراب والوطن الأم بالجمهورية العربية اليمنية. كلمات الشاعر أبو إبرار يوسف العرقبان. الهندسة الصوتية خالد الجهراني. أداء محمد عبد الله الحداد. يقول أبو إبرار ماشي نهر قبل الشرع. أنا إنسانة قادرة على العمل، فقط يمنحوني العمل، يمنحوني وقت، يعطوني فرصة، يثبت. أبغى أثبت للعالم إنه أنا ندى قادرة. أبغى أدرس، أبغى تنحل أوراقي بأسرع وقت. لو أن هنا في حقوق إنسان كان راعوني وشافوا إلى قضيتي ونظروا إلى موضوعي. واللي بناه ابناه بالغربة يدل المعلمة. يقول أبو أبرار ماشي نار من قبل الشرار. هذا المثل وبداه يا قومي لحل المسألة. لا ضيق أجيله واسمعه.